مشاهدي الكرام حياكم الله. بدأ السباق للبيت الأبيض يزداد سخونة بين مرشحين يتسابق كل منهما إلى تحقيق كسب سياسي يؤهله للبقاء أو الوصول في البيت الأبيض أو الدخول من جديد في فترة رئاسية على أنقاض فترة سابقة من الفشل والنجاح معا. فكيف تؤثر الانتخابات الرئاسية في المنطقة وكيف نتأثر بها وما هو أثرها في حسم القرارات في الصراع الدائر في المنطقة إقليميا وأيضا في سجالات الإصلاح الوطني في الدول العربية المتأثرة بالمشروع الأمريكي والقرارات الأمريكية، وما هي نظرة الإعلام الغربي لإيقاع السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض، وكيف يتعامل العرب مع نتائج الانتخابات المبكرة أو التي ستكون نهائية. أرحب بعد هذا بكل من الباحث والمحلل السياسي الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أهلا دكتور. أهلا بك. وأيضا بالإعلامية والكاتبة الأستاذة لميس أندوني، أهلا بك. أبدأ معك أستاذة لميس، يعني القراءة الأولى وقد بدأت يعني حملة الانتقادات، حملة أيضا الترويج لهذا المشروعين الانتخابيين في الولايات المتحدة، كيف تقرأينهما بداية؟ يعني المعركة بدأت حامية، خاصة يعني ازدادت حماوتها خلال الأسبوعين الأخيرين بين كل من الحزب مرشح الحزب الديمقراطي الذي هو الرئيس أوباما ومرشح الحزب الجمهوري ميت رومني. في القضايا الداخلية أهم قضية هي الاقتصاد، في القضايا الخارجية هي إسرائيل وإيران. رومني ومن ورائه من اليمين، ليس فقط الصهيوني بل اليمين الأمريكي بشكل عام، يحاول أن يضغط على أوباما باتخاذ سياسات أكثر حدة من إيران لصالح إسرائيل. يعني أهم شيء بحملة رومني أنه يتهم أوباما بأنه خذل الحليف الاستراتيجي والأقرب لأمريكا وهي إسرائيل. هذه النقطة الأساسية في الحملات رومني ضد أوباما. شكرا دكتور حسن. يعني لاحظنا في زيارة رومني إلى إسرائيل قبل فترة بأنه خطب خطابات مؤيدة لإسرائيل وأيضا مناهضة لإيران ومشروعها التسلح في النووي في المنطقة، ويعني بما معنى قال أننا خذلنا إسرائيل كما تفضلت الأستاذ لميس أندوني. إلى أي مدى يعني هذا يقع في نطاق الدعاية الانتخابية؟ أيضا أوباما جاء قبل عندما كان مرشحا قبل 3 سنوات ونفس الصياغة ونفس السياق، كيف يمكن أن نفسر هذا الموقف؟ هل هو للضغط على أوباما في أمريكا إنما أو يعني لسحب تأييد في المنطقة منه أيضا؟ لا، هو يعني كما ذكرت هو يصب في السياق الداخلي للحملة الانتخابية لكلا المرشحين، ميت رومني وهو المرشح بالمناسبة ولا يمتلك حتى مؤهلات القيادة، يشن حملة شعواء على الرئيس أوباما بحجة أنه ليس فقط خذل إسرائيل وإنما عرض أمن إسرائيل للخطر من خلال السياسات التي اتبعها في المنطقة بشكل عام، وخصوصا الموضوع أو مقاربة الإدارة مع في الملف الإيراني. رومني جاء إلى إسرائيل لكي يزاود على أوباما، وأيضا وصل إلى ما لم يصل إليه مرشح من قبل عندما قال بأن القدس يجب أن تكون هي عاصمة إسرائيل. هناك قرار في الكونغرس عام 95، لكن لم يتجرأ أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية قبل رومني، قبل هذا المرشح، في القول أن القدس هي العاصمة لإسرائيل. هناك فهم لدى كل مرشحين الولايات المتحدة الأمريكية بأن الموضوع الإسرائيلي موضوع داخلي. يعني احنا نتكلم عن الإصلاح العربي أو الربيع العربي، نتكلم عن إيران، كلها قضايا في السياسة الخارجية، لكن في السياسة الداخلية هناك اعتقاد جازم بأن المسألة اليهودية، المسألة إسرائيل تحديدا، أمنها، مستقبل إسرائيل في المنطقة، هي تصب في هي مسألة داخلية داخل الولايات المتحدة لوجود الفواعل السياسية الأساسية في واشنطن التي تتبنى قضية إسرائيل، وليس فقط إسرائيل وإنما الفيرجن بمعنى وجهة النظر اليمينية داخل إسرائيل. ميت رومني هو على يمين باراك أوباما فيما يتعلق بهذه القضية، لكن أنا أعتقد بالنهاية بصرف النظر من سيفوز في الانتخابات لن يكون هناك فرق كبير بين الموقف. احنا عم بنشاهد احنا والأخوة المشاهدين بعض اللقطات من زيارة رومني إلى إسرائيل والتقائه به رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل ربما نحو أسبوعين أو أقل من أسبوعين. نعم تفضل. لا أنا أنهيت يعني بمعنى أنه طيب. أنا لا فرق بين المرشحين فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل. طيب أستاذ لميس، لماذا طيب إسرائيل هي المحطة الأولى التي خارجيا يبدأ فيها الرئيس المرشح الأمريكي دائما لحملته الانتخابية؟ لعدة أسباب، منها محاولة
جذب أصوات الأمريكيين اليهود، خاصة أن هناك في تنافس غير مسبوق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أصوات اليهود، وأيضا لجذب أموال المتبرعين الصهاينة أو المتصهينين في أمريكا. فيعني كم تأثيرهم؟ قديش تأثيرهم هؤلاء الناس؟ يعني كم نسبة الوزن؟ ما بعرفش إنه يمكن ما عندناش رقم، بس يعني هل تعتقد إنه الوزن التصويت هناك في الولايات المتحدة لإسرائيل للصهيونية أو للوب الصهيوني أو لغيرهم لمن هم خارج هذا الإطار مؤثر في حسم الانتخابات؟ التأثير ليس في العدد فقط. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا ست الأصوات التي أعطيت من اليهود الأمريكيين إلى أوباما في الانتخابات الأخيرة هي 6% من كل الأصوات، لكن 60% من الأموال التي دعمت أوباما بالتبرعات لحملة أوباما والحزب الديمقراطي جاءت من أوساط قريبة من اللوبي الصهيوني في أمريكا. ولا نستطيع أن نأخذ اللوبي الصهيوني فقط عندما نتحدث عن تأثيره نحصره في اليهود الأمريكيين، فهناك تحالفات بين اللوبي الصهيوني وأوساط وقوى متنفذة في أمريكا يمينية وحتى ليبرالية في أمريكا قوية. هناك مصالح مع الصناعات الأمريكية الكبيرة وخاصة الصناعات العسكرية، فالحجم هو أكبر من حجم الجالية اليهودي أو الصوت عدد الأوساط عدد أصوات اليهود أنفسهم. ثانيا، نجح اللوبي الصهيوني في أمريكا بربط أمن إسرائيل بأمن أمريكا. يعني بالنسبة لكثير من الناخبين الأمريكيين غير اليهود أصبح أمن أمريكا أمن إسرائيل هو جزء حماية أمن إسرائيل هو جزء من حماية الأمن الوطني الأمريكي، لأن وخاصة خلال العامين المنصرمين لاحظنا أن هذه الفكرة أصبحت متجذرة أكثر. يعني فقط قبل أقل من شهرين تم إقرار قانون تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل وأمريكا، ويعتمد هذا التعاون الأمني على فكرة أن إسرائيل وأمريكا تواجهان في المنطقة تهديدات غير مسبوقة، ولذا حماية إسرائيل هو جزء من حماية أمريكا. طيب شكرا دكتور حسن، وأنت يعني خبير بالمشهد الأمريكي ومطلع عليه، ما الذي يعني نجح فيه أوباما وما الذي لم ينجح به في المنطقة؟ خلينا على مستوانا العربي يعني، وعلى مستوى التغيير الذي كان يطالب به منذ أن ألقى خطابه بجامعة الأزهر، جامعة القاهرة عفوا، عندما زار القاهرة. يعني هو لا يمكن بالفعل الحديث عن أي إنجاز ذي قيمة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة إلا إذا اعتبرنا انسحاب من العراق الذي هو أشبه الهزيمة منه إلى انسحاب منظم إنجاز. الرئيس أوباما في اليوم الثاني يعني في عندما تولى سلطاته في 20 من شهر كانون الثاني عام 2009، في اليوم الذي لي يوم 21 عين مبعوث لعمل السلام جورج ماتشل، وجورج ماتشل كان عنده مقاربة استنادا على خبرته في المنطقة تقول بأن إيقاف وتجميد الاستيطان بشكل كلي هو المتطلب السابق لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، وهذا ما لم ينجح به. لا يعني يعني صار في هناك أصوات أخرى، يعني جاء تعيين دينيس روس بشهر سبعة في الإدارة الأمريكية وانضمامه إلى هذا الفريق، ودينيس روس هو يعني هو محامي إسرائيل في البيت الأبيض، وصار وأصبح هناك صراع داخل البيت الأبيض يقود روس جناح وميتشل جناح حول التاكتكس بمعنى التكتيكات وأيضا الأهداف النهائية، إلى أن وصل الرئيس باراك أوباما إلى الملاحظة أو الاستنتاج الأخير اللي في تصريحه للنيويورك تايم عفوا للنيوزويك، وقال بأنه بالغ في تقدير قوته من التأثير على إسرائيل. باراك أوباما تبنى مقاربة شاملة، يعني هي جميلة من حيث الشكل، ولكنه لم يمتلك أدوات الفعل السياسي في المنطقة، فلم يقنع حتى الجانب العربي. يعني عندما ذهب إلى القاهرة وألقى خطابه المشهور، وقبل ذلك ألقى خطابا في البرلمان التركي من أجل المصالحة
مع العالم الإسلامي بعد 8 سنوات عجاف من الرئيس بوش واستهدافه لكل الإسلاميين أو ما يسميهم المتطرفين إلى آخره، لكنه أيضا ألحق ضررا بالغا بكل هذه المنطقة. الآن إعادة الصورة الأمريكية الجيدة والانطباع الجيد عن الولايات المتحدة الأمريكية كان ينبغي وكان يستلزم سياسة مختلفة. جاء براك بهذا النوع من التفكير، لكنه أيضا لم يعي بأن صناعة السياسة الخارجية ليس فقط مسألة كلمات رنانة، هي بحاجة إلى أفعال نراها على أرض الواقع. أخفق الرئيس أوباما في إنجاز أي شيء، بالعكس شفنا بالفترة النهائية هو الذي أوصل أبو مازن ووضعه على شجرة عالية دون أن يعطيه سلم، عندما قال بأنه لن يكون هناك أي لقاء بينك وبين نتنياهو دون أن يعلن الجانب الإسرائيلي تجميدا كامل الاستيطان. راح بايدن بشهر 3/2010 في زيارة إلى إسرائيل، في يوم الزيارة أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي من حزب شاس أعلن عن بناء 1600 وحدة استيطانية، فكانت ضربة قاسمة لهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن بايدن نائب الرئيس اضطر إلى إدارة هذا المشروع وهو في القدس. بعدين ما صارش في شيء ثاني، يعني لم يكن هناك أيضا محاولة أمريكية لرفع الكلفة السياسية على رئيس وزراء إسرائيل الذي يتمرد على موقف الرئيس الأمريكي. بالعكس نجد أن الصراع انتقل، بدل من أن يكون بين الرئيس أوباما ونتنياهو في إسرائيل، لأن الصحافة الإسرائيلية أنا بتقديري هي أكثر انفتاحا في هذه القضية من الصحافة الأمريكية، انتقل الصراع إلى وين؟ إلى واشنطن. وبالتالي أصبح نتنياهو شيئا فشيئا استطاع أن يحرج الرئيس أوباما، واستطاع أن ينتصر عليه في واشنطن، واستطاع أن ينتزع منه بعض التصريحات. لكن بقي في نهاية الأمر، وهنا بدي أعمل لينك مع اللي حكته صديقتي لميس أندوني عن موضوع الأهداف المشتركة في المنطقة، كلاهما ينظر إلى المصدر التهديد الأول في هذه المنطقة هو القنبلة النووية، أو الانطباع بأن هناك قنبلة نووية إيرانية. الاختلاف في النظر ربما حول متى يصبح الخطر الإيراني خطرا ماثلا. بالنسبة للإسرائيليين عندهم الثريشولد هو مسألة أشهر، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك مجال لمزيد من الدبلوماسية، وأيضا وضع مزيد من العقوبات، فرض مزيد من العقوبات على الجانب الإيراني. لغاية الآن لا يمكن الإشارة إلى إنجاز فعلي للخدم المصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، بالعكس الأمريكا الآن هي في تراجع في المنطقة، قوة النسبية في تراجع، هيبة الولايات المتحدة تتدهور، وأيضا احترام الفواعل الإقليمية سواء كان يعني دول، نخب سياسية، أحزاب سياسية، أو حتى أيضا يعني نون ستيت اكترز بمعنى لاعبين اقل من دوله، لم يعد يخشوا او يحترموا الولايات المتحده. وانا هنا اعود الى مقاله شهيره كتبها ارن ديفيد ميلر، وهو احد اهم الخبراء في الولايات المتحده الامريكيه، عندما قال بان الولايات المتحده اصبحت اقل احتراما واقل هيبه في المنطقه بسبب السياسات الامريكيه في المنطقه التي انجرت بشكل اعمى خلف تصورات يمينيه اسرائيليه لم تنفع الولايات المتحده. طيب شكرا دكتور حسن. أستاذ لميس، يعني أيضا الرئيس أوباما كان قد عين أيضا ربما مستشار له أيضا من أصل عربي مصرية في موضوع تقريب وجهة النظر ربما مع العرب أو لتحسين الصورة مع العرب، وكل العرب تفاؤلوا ربما بهذه المسألة باعتبار أنها يعني أوباما نتيجة لأصول ونتيجة ثقافة ربما يكون أقرب لنا وينصر قضايانا، بما أنه لم تنجح أمريكا في المنطقة في عهد أوباما وقد كنا معولين عليها كثيرا، يعني ما الذي يدعونا لا نتفائل أو نتخذ موقف، أو ما توقعاتك لمتروني إذا وصل لرئاسة البيت؟ أولا أنا أعتقد أن أوباما تنازل لللوبي الصهيوني قبل أن يصل إلى الرئاسة، يعني عندما ذهب إلى المؤتمر السنوي لإيباك أو اللوبي الصهيوني وتبنى الرواية الإسرائيلية التاريخية الإسرائيلية، وكان هذا بداية تنازل تاريخي لمواقف أوباما، لأنه يمكن أن المشاهد لا يعرف بأن أوباما في التسعينات كان يؤيد القضية الفلسطينية أو على الأقل يتفهمها، وكان ضد الحرب بالعراق، ولكنه بدأ يتنازل تدريجيا في مواقفه بالكونغرس، ووصل به الأمر إلى تبني الرواية الإسرائيلية. ومن ثم أنا أعتقد أنه توصل إلى عقد تحالفات مع يمينيين صهيونيين وصهاينة معروفين، ولهذا لم يجئ تعيين مثلا دينيس روس من فراغ. دينيس روس كان أساسي، كان لاعب أساسي في جذب الأصوات اليهودية خاصة في ولايات هامة أو مفصلية مثل ميامي لأوباما،
لأنه كان هناك هجوم على أوباما من الكثير من المؤيدين لإسرائيل خلال الحملة الانتخابية في عام 2008. فجيء بدينيس روس، وهو كما قال زميلي محامي إسرائيل الأول، لينقذ حملة أوباما. فكان بناء على هذه المساومة التاريخية التي توصل إليها أوباما أو تنازل بها أوباما عن مواقفه السابقة، ترتب أولا على أنه قبل بتعيين أو وعد بتعيين صهاينة معروفين، ليس فقط دينيس روس، ولكن دينيس روس كان رئيسي في البيت الأبيض وأماكن أخرى. ثانيا، أوباما هو الذي بالنهاية تخلى عن شروطه التي وضعها لاستئناف محادثات السلام. أنا لا أعتقد أنه لم ينجح، هو تخلى. وعندما جاء بدينيس روس إلى البيت الأبيض، دينيس روس تولى إعادة تأهيل أوباما، لأنه بالنسبة لللوبي الصهيوني وأنصار اللوبي الصهيوني، الشروط التي وضعها أوباما تسمى لحد الآن بالغلطة الاستراتيجية الكبرى، وحتى الآن يدفع ثمنها أوباما حتى في هذه الحملة الانتخابية. وبالمناسبة دينيس روس تخلى عن أوباما قبل أسبوعين، وهذه خطوة كبيرة، لأنه يعني حتى دينيس روس، ما الذي يحدث هذا الانسحاب من طريق أوباما من قبل دينيس روس؟ طلع لا يعني أن أوباما سيخسر الصوت اليهودي، ولكن يعني ذلك أن معركته صارت أكبر. حظ أوباما أن رومني مرشح سيء جدا، كما قال زميلي هو غير مؤهل أولا، ثانيا كلما فتح فاه يكسب أعداء جدد. يعني لما ذهب إلى فلسطين قال أنا مشكلة الفلسطينيين تكمن بأنهم متخلفين حضاريا، بمعنى أن حضارتهم وثقافتهم لا تدعهم يتطورون. ثانيا، رومني له علاقات باليمين الأمريكي الذي يخاف منه حتى اليهود، يعني له علاقات بحزب الشاي اليميني جدا، الذي لا يقبل من يسميهم بالغرباء، ومنهم العرب وحتى اليهود. ثانيا، رومني عين أو اختار شريكا له في الانتخابات، أو شريكا له، وهو بول رايان على أساس أنه سيكون النائب الرئيس المستقبلي لأمريكا، وهذا معروف بيمينيته التي تخيف حتى الصهاينة، لأنه الصهاينة لا ينتبهون فقط لقضية إسرائيل، فأوباما يخدم إسرائيل أيضا، لكنهم ينتبهون أيضا لمسائل أخرى داخلية قد تؤثر على اليهود الأمريكيين. فإذا رومني سيكون أكثر يمينية من أوباما صحيح، لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير استراتيجي رئيسي أو حقيقي في السياسة الأمريكية. فهذه استراتيجية تستمر، لكن السياسات وتوقيتها، يعني المسألة أحيانا في السياسة الأمريكية هي في التوقيت وليس في السياسة نفسها. شكرا أستاذ رميس الدوني. أنا أعلق تعليق بعد الفاصل. أوكي. دكتور حسن بغري. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، المشهد السوري الإقليمي في السياسة الأمريكية، أيضا السلام العربي الإسرائيلي في المشهد الانتخابي الأمريكي الراهن. ابقوا معنا ثم نعود.